السلام عليكم، نكمل التدريب على الكلمات. عندنا كلمة باصة، باصة يعني الماء، باصة. عندنا كلمة ميلش، ميلش يعني حليب بنفس الشيء، تمام؟ إجا قبل حرف الآ و أو و أو نفس خير، بقية نفس الشيء ميلش. عندنا فعل ماخن، ماخن فعل كتير مهم، ماخن. شوف ايش قبل حرف ا تنفس خ، ماخن يعني يفعل، ماخن يعني يفعل او يعمل، ماخن. عندنا ماخن، تمام. وين اللي بعده؟ عندنا اقفل، اقفل، اقفل يعني تفاح، أبفل يعني تفاح. أنا أوبست، أوبست يعني أوبست يعني فواكه، أوبست. أنا فوخي، فوخي يعني أسبوع، فوخي. أنا لويتي، لويتي أنا إذا مثلاً سوا لويتي يعني الناس. عندنا كلمة رايز، رايز، رايز يعني الرز، رايز، رايز. عندنا كمان كلمة فاغبي، فاغبي يعني لون، فاغبي، فاغبي. عندنا كمان كلمة شولي، شولة يعني مدرسة، شولة دايما تناسب بعض الشيء. أنا كمان كلمة تغي، تغي بي، تغي بي يعني درج، تناسب بي، تغي بي يعني درج. أنا فعل هايسن، هايسن، هايسن يعني يسمى، هايسن. أنا فعل حاسن، حاسن يعني يكره، حاسن. أنا فعل هيلفن، هيلفن يعني يساعد، هيلفن. أنا فعل هورن، هورن يعني يسمع، تمام. ونكمل الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.